نور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. وحدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان، انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. وحدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان حا، وحدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده.